توحدي وعيال كتيرة تايهة ما تلقين قلب الشوارع جوا بتوحدي وعيال كتيرة تايهة ما تلقين ارحم يا سيد وبين وقول قلبي مزين ارحم يا سيد وبين حطي نفسك مكانها. الناس دي كل ما تحب حد وتتعلق بيه لازم يفترقوا عن بعض. هما اصلا افترقوا. بعدين احنا لو رحنا لهم مره ممكن ما نقدرش نروح لهم المره التانيه. ليه عايزهم يتعلقوا بينا؟ ليه عايز نضايقهم؟ بعدين انت ما شفتش كانت بتبصيلي ازاي وانا جايبه لها هدوم؟ كاني قشايه وتعلقت فيها. انت ممكن تكون مسؤول عنها يا طارق؟ انا بصراحه يعني اكيد لو هقرر اني هكون مسؤول عنها استحالة هسيبها. ألو؟ سابين؟ هو أنا يعني اللي قلت له تعالى؟ مش هو اللي جه وخدني عشان أشوف إخواتي؟ أنا اللي قلت له أنا عايز أشوف إخواتي ولا هو اللي جه؟ ولا تكونيش يا بنت أنت اللي قلت له يجي؟ والله أبدا. أمال إيه بقى؟ امال عمل كده ليه؟ اشمعنى احنا يعني اللي بيحصل معانا كده؟ اشمعنى احنا يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. معلش يا زينب اهدي يا حبيبتي، معلش عشان خاطر ايه؟ حاضر يا اختي، زينب هتهدى، كل حاجه مع
معلش يا زينب، معلش يا زينب، ملعون ابو زينب. انا مش مصدق اللي انت بتقوله ده. ولا انا يا عم. سابين؟ ايوه يا سيدي سابين. وعارف بقى انها سالت عليك انت شخصيا؟ لا 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 لا، انا ماليش دعوه بالحاجات دي خالص. مش عارف اعمل ايه. اسافر لها. طب هتقول لاهلك ايه؟ واحد طالع باريس قبل امتحاناته بشهر، ايه؟ خير ان شاء الله. امال اعمل ايه يعني؟ ولا حاجه. انت مش مسؤول. مش مسؤول ازاي يا بني ادم انت بس؟ هي لما كلمتك من كذا شهر وقالت لك انها حامل، قلت لها ايه؟ قلت لها تنزله. حلو. هي بقى قالت لك ايه؟ مش قالت لك انها هتنفذ كلامك؟ قالت كده. جميل، يبقى انت مش مسؤول بقى انها غيرت كلامها. انا ماليش دعوه بالبيبي ده، مش كده؟ انت صح، انا مش مسؤول. انا مش فاهم هي كلمتني ليه اصلا. هتلاقيها بتكلمك عشان قلبك يحن وتقوم واخد طياره رايح لها باريس تشوف الحياه ايه كده يعني، وديفنتلي هتكلمك تاني. براحتها بقى، انا فعلا مش مسؤول زي ما انت قلت كده. انا ماليش دعوه بالبيبي ده، مش انت لسه قايل كده؟ بس يعني المواضيع اللي زي دي بتتوازن كذا وزنه يعني. كذا وزنه ازاي يعني؟ يعني هو انت مش مسؤول، لكن في طفل، والطفل ده في النهايه باعترافك انت لا اما هيبقى ابنك او باعترافك برضو مش ابنك. ممكن تواجه وممكن لا، عادي يعني. هي سابين ممكن تكذب؟ بصراحه ما اظنش. حلو، يبقى سواء اعترفت او ما اعترفتش فهو ابنك. ابني؟ انا كنت عارف ان السفريه دي اخرتها هتبقى كده. فعلا؟ مش احنا اول ما وصلنا باريس قلت لك السفريه دي هتقلب بغم؟ او ده اللي حصل، ادينا قاعدين في غم. طب لو كلمتني تاني اقول لها ايه دي؟ عادي بقى، قول لها بقى ربيه ولا ترميه في ملجا ولا تبيعه حتى، عادي. ملجا ايه يا بني ادم انت؟ ما هو لا اما كده لا اما حضرتك تاخد طياره على باريس وتروح تجيبها هي وابنك وتخش بقى على مامتك وانكل عبد الله وتقول له هاي با هاي مامي، احب اعرفكم مراتي وابني. طبعا هيسالوك جبت دول امتى؟ هتقول لهم ايه؟ لما كنا في باريس يا با. ايه رايك؟ اقول لهم كده فعلا؟ في حد يقول الكلام ده؟ انت مجنون؟ امال اقول لهم ايه؟ ولا حاجه، ما تقول لهمش اي حاجه، خليك زي ما انت كده. مش هاكل غير لو كلتي، ورحمة كيمو انتي واكلة. انتي فكرك اني مش حاسس باللي عمله؟ غيري السير. طب تراني اني هاجي تاني؟ اصلك ما شفتيش كلمني ازاي؟ لو كنت شفتيه يا زينة، ده انا كنت بص عليه، ده فضل يبص عليك لغاية لما انتي دخلتي، لما فتح الكيس وشاف البتاع اللي انتي كيبهاله دي فضل برضه يبص عليك لغاية لما انتي دخلتي، وفي الاخر راح مشي. بس انا بقى متأكدة انه هيجي او يتكلم في التليفون. شفتي؟ مش هرد عليه. الو، اهلا وسهلا. حاضر دقيقه واحده. قومي كلميه، قومي كلميه. ايوه انا عارف انك انت زعلانه مني، بس بصي انا مش عارف ايه اللي خلاني اتعصب كده. وعموما يا ستي انا اسف. خلاص قوليلي بقى انك مش زعلانه مني. مش زعلانه على فكره، السبحه اللي انت جبتها لي جميله جدا، انا هفضل ماسكها على طول. انا جبت لك السبحه وفيها ما شاء الله عشان ربنا يحفظك. خلاص يعني مش زعلانه مني اكيد؟ معلش يا
تاخدش حقك عليا. خلاص مش زعلان. مبسوطة عشان حاجتين، أولاً إني شفتك، ثانياً إني سمعت صوتك. وأنا مبسوط قوي علشان اطمنت عليكي. صحيح. قولي لي أنت بتشتغل هنا من وقت؟ شكراً. بتشتغل هنا من امتى؟ من زمان جداً. في حاجة بقى أنا عايز أقول لك عليها. يا ريت. أنا حاسس كده إنه مش أنا الشخص المناسب اللي ممكن إنه يساعدك. يعني يعني كل اللي عندي كورنال سهل إن أنا أكتب عنك، إنما في الحقيقة أنا شايف أنا مش عايزك تكتب عني غير وأنت مقتنع. أنت لو كويسة ألف واحد ممكن يكتب عنك. أنا شايف إن أنت مش محتاجة حد يكتب عنك، أنت محتاجة منتج يقدر موعدتك ويقدمك للناس بشكل جيد. يعني على حسب خبرتي المتواضعة أنا شايف إنك أنت محتاجة غنوة لها شكل جديد ومضمون جديد غير الأغاني اللي إحنا بنسمعها اليومين دول. أيوة بس كده مش هبقى مميزة، أنا عايزة بداية تانية. أقول لك بفكر في إيه؟ يا ريت. أنا مش عايزاك مجرد تنزل لي صورة أو خبر، مش دي الفكرة. أمال إيه هي الفكرة؟ نألف، نقول إن أنا بتحارب. بتتحاربي من مين؟ يعني نألف، نتخيل إن أنا هنزل أول ألبوم ليا وإن مطربة مشهورة قوي وكبيرة سرقت مني الألبوم. طبعا الناس كلها هتدور مين دي اللي مطربة مشهورة تسرق ألبومها، فاهم السكة دي؟ آسف دي مش سكتي يا رولا، عن إذنك. أنا مش مصدقة عينيا، ابني طارق قاعد في البيت ومش في أوضته ومش بيتكلم في التليفون ومش قاعد على الكمبيوتر وبيتفرج على التلفزيون وقناة عربي. اعمل لك عشاء كمان؟ انت تأمري. يا خسارة عاملة رجيم. رجيم؟ عارف يا طارق انا لازم اخس 6 كيلو، لو خسيتهم هصغر 3 سنين. يا سلام، مين اللي قالك كده؟ انا عارفة. طب ما تخليهم 10 كيلو. لا، ما انا كمان لو خسيت اكتر من اللازم هبان كبيرة، ولو تخنت هبان كبيرة، انا لازم اوسطن نفسي. على فكرة انت شغلة نفسك بمشكلة مش موجودة اصلا، ياريت كل الناس مشاكلها كده. ايوة اعمل بقى زي ابوك. بجد الدنيا مليانة مشاكل كبيرة قوي اكبر من اللي عندنا. يعني انت مشغولة ومتنكدة علشان عايزة تخسي، وانا مشغول ومتنكد علشان عايزة اتخرج، وفي الحقيقة الدنيا مليانة بلاوي، بلاوي كبيرة قوي. احنا من المرفهين يا رب. وبذمتك بقى في واحد مرفه يبقى صوته وأداؤه بالمنظر اللي انت فيه ده؟ ده انت ولا اللي طالع جبل. مش قوي يعني. لا قوي. مالك يا حبيبي في ايه؟ مفيش. لا ده فيه وفيه، انا امك وعارفه ومتاكده ان فيه.
يعني متضايق شويه. طب لو انت قلت لي انت متضايق من ايه انا هقولك انا متضايقه من ايه. طب قولي انت الاول. ولو قلت انت هتقول؟ لو قلتي جايز اتشجع اقول. يلا. ها انا بقى حاسه ان انا كبرت. كبرتي؟ يعني ايه الكلام ده بس؟ يعني لازم اغير حاجات كتير في حياتي، لون شعري، تسريحه شعري، الالوان اللي بختارها في لبسي، اليوم العادي الطبيعي اللي بمر بيه، لازم اغير كل حاجه. ليه بس كل ده؟ بس انت مش فاهم اي حاجه. طب استني بس، انت دلوقتي حاسه انك كبرتي من بره ولا من جوه؟ من الاتنين. طب من بره ده وشيء غصب عنك وتطور طبيعي لاي بني ادم. ليه بقى؟ انت ملاحظ حاجه؟ ملاحظ ايه؟ يعني ملاحظ اي تغيير فيا؟ لا مش ملاحظ، انت زي ما انت. انت اللي مركزه مع نفسك بشكل يوترك، وخلي بالك ان توترك ده ممكن يوصل لبابا. ما هي دي المشكله. طب بقول لك ايه؟ ما تجددوا شويه حياتكم وتغيروا يعني. انتوا ليه بطلتوا تسافروا وتخرجوا؟ امتى؟ قول لي امتى وابوك طول النهار والليل في الجورنال. انا متاكد انك لو قلتي له انك عايزه تغيري جو هيسيب اللي في ايده وينزل معاكي. هو برضو تلاقيه مفكر انك انت في مواويل تانية ومش فاضيه. يا سلام، مواويل ايه بقى؟ الندوات والجمعيات اللي انت بتنزلي تحضريها دي، واصحابك والريسبشنات ومش عارف كل حياتك. يعني بذمتك لو هو جه وقال لي تعالي نسافر ولا نخرج ده انا اسيب الدنيا كلها وابقى معاه. طب ما تبتدي انت، خديه اعزميه على عشاء، اخرجوا مع بعض، ارقصوا. نرقص؟ نرقص وانا في السن ده؟ فندم لا يا حبيبي، ده بقى كان زمان. اه طب تسمحي لي؟ ايه هنرقص؟ but of course. اوعى بقى تفتكر ان انت كده ممكن تضحك عليا. اضحك عليك ليه؟ ان انا حكيت لك وانت ما حكيتليش. اه بس انا مش هينفع احكي لك دلوقتي عشان جوزك جه. بس ما تبصيش، خليه هو كده يقعد يتفرج علينا، يمكن يقلدني. وهو بيبص علينا؟ مش عايز ابص، مش عارف، خايف ياخد باله ان احنا واخدين بالنا. بصي احنا مالناش دعوه بيه، نندمج. نندمج. اوكي. ايوه. وانتوا زفت. يا فندم الانفعال مش كويس عشان حضرتك. يا زينب تعالي بسرعه، تعالي. تعالي انت حضرتك حضرت الحمام خلاص. حد عارف عليها الحمام ده يداها لي امتى وفين؟ تعالي بس تبقى الناخنة جامدة، تعالي. في ايه يا بنت؟ تعالي بس تعالي. هنعمل اللي يريح حضرتك. اللي يريحني انكم تمشوا من هنا. ايوه انتوا مش بتمرضوني، انتوا هتمرضوني. اندهولي الدكتور، اندهولي مدير المستشفى. لو ما حدش جه هطلب لكم نقيب الاطباء، ولو ما ردش هطلب لكم النيابه. ايوه انا بقالي 3 ايام ساكت، مش هسكت اكتر من كده. زوزو فاكره حضرتك شويه. يلا بقى خلينا نسترزق. امسكوا جاتكوا القرف. انا بقول لكم عارفين لو رنيت جرس ومحدش جه ولقيت اللي يخدمني، انا هعمل اعلان مدفوع الاجر في اكبر جريده في البلد وهخرب لكم سمعه المستشفى. يا يوسف بيه، ما هو لو حضرتك تهدى بس. مش عايز اسمع صوتك، مش عايز اي مناقشه، مش عايز اي طرديه من اي نوع. انا عايز خدمه، عايز شغل، عايز تبريد. عارفين يعني ايه تبريد؟ زوزو تيجي نسلم عليه. مش هيعرفنا. انت ايش عرفك؟ هو انت لو هشيتي دبانه من على وشك بتفتكريها؟ يعني قصدك ايه؟ كان بيهشن على وشه زي الدبان؟ حاجه زي كده. اديني جيت واطمنت عليكي وبسال عنك مخصوص اهو. الا وقمت ليه؟ معلش يا سناء، يا دوبك. طب استنى بس، استنى اقعد. اخبار البنتين ايه؟ بنتين؟ بنتين مين؟ اللي كانوا في المستشفى. اه زي ما هم. طب عايز اسالك حاجه، هو انت حاطط عليهم حراسه؟ ملحوظه ذكيه، ابنك نفسه ما خدش باله منها. لا يا ست انا مش حاطط عليهم حراسه. طب افرض هربوا؟ يا ريت يهربوا. ده انا مش حاطط عليهم حراسه مخصوص عشان يهربوا. يهربوا ويرجعوا للشارع ونخلص من الموضوع ده ويبقى انتهى. طب افرض ما هربوش؟ لو ما هربوش بقى يبقى قريب قوي هيترحلوا على الاحداث، وهو مش مدرك يعني ايه الاحداث، وانا ما كنتش عايز كده. ابنك شاغل نفسه وشاغلنا بناس على الهامش. طبعا لو راحوا الاحداث هتشوفي بقى هو هيعمل ايه؟ هيجري ويبحث ويفتح على النت ويجي لي ماسك لي ورق وعريض عن الاحداث واللي بيحصل في الاحداث، وانا ما كنتش عايز ده يحصل ابدا. عشان كده نفسي يهربوا، يا ريت يهربوا. هو بيحصل ايه في الاحداث؟ هيكون بيحصل ايه في الاحداث يعني؟
ناس مجرمين يتربوا ولا نطبطب عليهم؟ ده تلفون ده ظهر الحاج عبد الموجود. بقول لك ايه؟ قولي له مش موجود. قولي له مش موجود. ولا اقول لك؟ قولي له عيان مريض. هرد ازاي؟ ما انا لو رديت هيبان اننا مع بعض. يا ست ما هم عارفين ان احنا مع بعض. من امتى؟ انا قلت لهم خلاص بقى. ده هي لما تكونش قلت اننا متجوزين. وبعدين؟ وبعدين يا راوية؟ مش هرد، رد انت. كده؟ طيب يا راوية. طيب افتكريه. انا عيان بقى ها؟ انا عيان. اللي هترد وانت ميت. يا ساتر يا رب. وسطي. يا رب. جاي لك يا حاج. جاي لك يا اخوي. جاي لك. الو. ده اسمه كلام يا راجل. بقى البستيج دي حرديتها دي. ده مش مكمله دوران الراس. براس رضا. هي الصنعه فلتت منك ولا ايه؟ بقول لك ايه، سيبك منه. اخر مره خدت من عندي شغل ايه؟ مش ثلاثه دي الحصان والشطورتين وقلت لي هتبيعهم؟ وده وش الضيف. والله انا تعبان يا حاج. بص تعبني. بص تعبني قوي يا حاج، مش عارف انام. اه والله انا بكلمك وانا على فراش المرض. تعبان يا حاج والله. سامحني. لا انت لو شفتني هتسامحني والله. تاخرت عليك معلش. بقول لك يا حاج، ان شاء الله باذن الله الفلوس هتجيلك. هبعتها لك ان شاء الله مع راوية. أنا؟ لا 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 لا، أنا مش قادر. لا أنا مش قادر على الحراك. والله لا أستطيع الحراك صدقني. لا حتجيلك. آه آه لا لا، ما تتخضش ما تتخضش ما تتخضش. قرصة وسط. كتر خيرك حاج. مع السلامة. جود باي. ما خلاص بقى. اه ده خلاص. يا كذاب يا دنيا موكوس، هتبعت له الفلوس ازاي؟ مش انت صرفت في حاجته ولعبت بالفلوس؟ بنت اللي هتروحي له وتقولي له اللي احنا صرفناه. اقول له انك صرفتهم على القمار؟ لا يا حماره، على المرض، على العيا. روسيتا ورا روسيتا ورا روسيتا. راح دي فلوس. يا نهارك اسود ومنيل، هو انا هشحط عليك يا راجل؟ يعني ولو نجحت في المهمة دي لك احسنتك. لا انا مش هروح. روح انت ولا خلي حد تاني هو اللي يروح. حد تاني زي مين يعني؟ واحدة من الحريم اللي انت بتجيبهم هنا وانا مش موجودة. انت فاكرني مش واخدة بالي ولا ايه؟ ايه الضوضاء واللغط اللي انت عاملاه ده؟ ما تروقي كده راوية، مالك فيه ايه؟ مش هروح يا رضا، يعني مش هروح حتى ولو بالغصب. انت يا بنت مش كنت عاوزة تروح المحل؟ غيرت رأيي. وبعدين انا كنت عايزة اروح علشان اشتغل، مش اشتغل موصلاتية. طيب يا ست هعمل معاك اتفاق. انتي امك مش عيانه وموجوده في المستشفى؟ اه. وعايزاها تطلع؟ اه. خلاص لما تخرجي من المحل حودي عليها على المستشفى وجيبيها تعيش معاكي هنا. تتكلم جد يا رضا؟ بتكلم جد. خلي النحس يزيد في البيت. حي يا زينب، الراجل ده مش عارف ياكل خالص. لا حول الله يا رب. أساعد حضرتك؟ أنت بتشتغل هنا؟ أيوة. كوثر، هو مين الراجل اللي هناك اللي زينب قاعدة معاه ده؟ أنا واحد فيهم. اللي زينب قاعدة معاه اللي هناك ده؟ هو حضرتك لوحدك هنا؟ ولادي زمانهم جايين، بيجوا بعد ما يخلصوا شغل. أنا برضو مش عايز أزعجهم. ربنا يرفع عنك. ايوه يا اختي، هو حكالي. قال لك ايه؟ قال لي عمل حادثه كبيره قوي، اتقلبت بالعربيه. بيحصل له ده كله؟ ده يا دوبك نظره راح وقعد متفشش وما بيعرفش ياكل. انا قلت له بقى. قلت له ايه؟ قلت له هحاسب عليك. وحاسبنتي؟ بالجامد قوي يا اختي، بالجامد. طب ليه يا اختي ما حاسبنتيش على لبيسه؟ ما حاسبنتيش ليه على مرات ابوك؟ ما حاسبنتيش على الدنيا والغلب والقرف اللي احنا فيه ده؟ يا اختي حاسبنت، بس ربنا سبحانه وتعالى بقى له تدابيره. يا حسبنتي دي جت مع تدابيره يا ما جاتش. على رأي أمي لما حسبنت على أبويا قالت لي طالما ربنا سايبه يبقى مخبيله من الجامد قوي. على فكرة يوسف بيه ده راجل طيب عشان ربنا بيخلص منه. فاهمة يا بت؟ مالك يا طارق؟ شكلك كده متغير.
مفيش. يعني ايه مفيش؟ هو انت رحت زرت زينب؟ ايوه. هو ده بقى اللي مضايقك؟ يعني حاجه زي كده. ما حكيتليش حصل ايه؟ كانت زياره مش حلوه بصراحه. ايه عرفت وزهقت زي ما تقولي كده؟ ما انا قلتلك من الاول يا تستحمل كل القرف والزهق اللي ممكن تشوفه يا تبعد عنها. وانا بصراحه كان رايي انك تبعد عنها من الاول، يا اما تكمل النهايه يا اما برضو تبعد للنهايه. ازيك يا سعيد؟ استاذ طارق. ازيك يا ابني؟ الحمد لله. اقدم لك الاستاذه نوره. ازيك يا سعيد؟ تسلمي يا ست الكل. ما سالتش على اخويا؟ سالت وهو لسه زي ما هو محبوس. والد اخويا ما عملش حاجه. انت ليك اهل يا سعيد؟ امي عايشه وانا بمشي من المطرح ده وبروح لها. بتمشي بس؟ وعدتوه. لا ما انا حفظت الطريق بس بقعد في الشارع شويه. ليه كده؟ انت مش بتنام هنا وعم فتحي بياكلك كل يوم؟ ده انا لسه عايز اوديك المدرسه يا ابني. ماشي يا باشا، لما انا اقعد هنا اكل واشرب وادخل مدرسه امي هتموت من الجوع هناك. مش انا عامل لك شهريه وبديك مصروف؟ ماشي يا باشا، الشارع رزق واسع وانا الصراحه مش عايزه اسرح يا اخواتي البنات. والد اخونا ما كانش حرمنا من حاجه. امي عماله تورول في البيت وتقول هو مات ومصممه تروح له القسم. لا اوعى تروح له القسم. ليه بس يا طارق ما تروح له؟ يمكن تصعب على الضابط ويخليها تاخده وتروح. تصعب على مين؟ لا لا لا، بقول لك ايه؟ فهمها انا لا انت ولا هي ولا اخواتك يروحوا القسم خالص، مالكوش دعوه بالقسام. فين جزمتي يا اولاد؟ اتفضلي يا مدام. ايه مدام دي؟ احنا دلوقتي عيلة واحدة. قولي يا بلبولة ماشي؟ ماشي. يا ضهري ياني، الرقصة قطم وسطي. مفيش حد يلبسني الجزمة ويشيل عني. عنك. عنك يا معلمة. ايه معلمة دي؟ بلدي قوي، مش أنا قلت لك تقولي يا بلبولة؟ عقابا ليك بقى، خليك تقلعني الجزمة وتلبساني تاني، وتقولي عنك يا ايه؟ بلبولة تعجبني تعجبني يا ولا. وانا بلبسها الجزمة حسيت انها مبسوطة قوي. دي كانت بتتلكك يا راجل عشان البسها الجزمة تانية. لا كانت مبسوطة. تفتكر ممكن تكون بتحبني؟ بس لو ده حصل هتبقى مشكلة كبيرة قوي. ايه يا صاحبي؟ السلاح يطول. على مين يعني؟ عليك. مش مهم. اوحش حاجة ممكن تحصل لأي انسان اللي تهون عليه نفسه. يعني مثلا اوعى تكوني متضايقة أو زعلانة وتقولي مش مهم. لا طبعا مهم، لأننا بني آدمين. بقول لك ايه؟ قولي. ايه الحاجة اللي بتخلي نفسية الإنسان مظبوطة؟ ايه الحاجة اللي بيدور عليها البني آدم؟ أنا مش حاسة إن أنا متضايقة لوحدي، أنا حاسة إن في ناس كتير متضايقة زيي. بصي بقى، أنا متجوز بقالي أكتر من 17 سنة. مبسوط بكل المقاييس، بس مقاييس المجتمع. والحقيقة؟ الحقيقة إني بقالي أكتر من 10 سنين ما قلتلهاش كلمة بحبك. ولا هي؟ ولا هي. ليه؟ هو في مشكلة؟ وبعدين معاكي بقى. الله، هو مين اللي بيشتكي لمين؟ ما تفرقش، على العموم أنا كنت بفكر في الموضوع ده لسه امبارح. المشكلة إنك حتى لو قررت تقولي لعبد الله إنك بتحبيه مش هتقدري، مع إنك بتحبيه وهو كمان مش هيقدر يقول لك كلمة بحبك، هيعجز. ودي كارثة في حد ذاتها، لأن هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتميزنا عن الحيوانات. سناء، مهم قوي كلمة الحب، مهم قوي الطبطبة، مهم قوي إن احنا نبقى بني آدمين. الجو حلو قوي. على الله ما يقلبش بكرة. وأنت عامل إيه؟
كويس الحمد لله. وانت؟ اه ماشي الحال. عبد الله ما تيجي نسافر؟ يا ريت. يا سلام. انا كان نفسي اقول لك. طب وانت ما قلتش ليه؟ علشان كنت متاكد انك هترفض. وانا كمان كنت خايفه اقول لك لا ترفض. تيجي بعد كده ما تخافش. طب هنسافر امتى؟ بكره. طب وشغلك؟ مش مهم. لا مؤاخذة، معناته ايه الكلام ده؟ معناته اللي فلوسك هتاخدهم على داير مليم، دفر رقبته، غيرش يعني هو المرض والعوزة اللي خليته يصرفهم على العلاج والدكاترة. قولوا له الكلام ده مش عاجبني. الراجل مش قادر يتحرك، ما تيجي تشوفه بنفسك، أمال يعني هو بعتني ليك ليه؟ طب وبعدين هتعملوا ايه؟ يعني اهي مقضية. بالتراوي، بترجعي الشغل. يا ريت. لا، ما انت لازم ترجعي. ومن ماهيتك هخصم واخد اللي ليا. وانا لسه اشتغلت ولا قبضت عشان تخصم؟ وانا على طول كده فلوسي مش ليا؟ ده ايه البخت الاسود ده؟ بقول لكم ايه يا جماعه، انا كنت عايزه اسالكم سؤال. احنا اولاد ناس مش كده؟ مش قوي، نص نص يعني. عموما اللي بيحصل ما بيننا هو هو برضو اللي بيحصل لاولاد الشوارع، يعني اللي بيغلط تحت بير السلم هو هو برضو اللي بيغلط في سويت خمس نجوم، صح ولا انا بتكلم غلط؟ هو صح، لان اللي بيغلط في شوارع مصر زي اللي بيغلط في شوارع باريس. لا معلش، الغلط في باريس اكيد مختلف. مش مختلف قوي والله. الغلط غلط، مشاكل البشر كلها واحده. عندك حق. ها ايه رايكم في التسجيلات اللي عملناها؟ انا شايف ان التسجيلات دي اوقع بكتير من الحاجات اللي عملناها قبل كده. يا ريتنا كنا عملنا كده من الاول. يا جماعه انتوا نسيتوا ولا ايه؟ احنا داخلين المشروع ده بهدف ان احنا نغير من سلوكيات الناس دي، مش علشان ننزل نسجل معاهم شريطين. بقول لكم ايه يا جماعه، انا عن نفسي هكتفي بهذا القدر، وهكتب كل حاجه عن كل الشخصيات اللي قابلناها، من اول كيمو اللي مات وزازه ورنج وتوتا لحد الواد بتاع النهارده. انا من رايي يا جماعه ان اللي حصل النهارده ده حقيقي اكتر، يعني لما كنا بناخدهم علشان يرسموا كنت كده بحس ان هم متكلفين، كدابين، مستحملين غصب عنهم، وكان من جواهم بيقولوا يا جماعه بقى ما تقرفوناش اكتر ما احنا قرفانين في حياتنا. اكيد كانوا بيقولوا ده بينهم وبين بعض. حتى لو كده هم مش ناقصنا اصلا في حياتهم. نفس جمله ابويا. وايه هي جمله ابوك؟ كان بيقول لي ان هم they don't need any more bullshit from us. بلغتهم كده يعني مش ناقصين عيال مستحميين زينا كده يشتغلوا. بلا بنخبي الدنيا بحالها، لو عايزين الشمس نطولها نمسك نجم السما بايدينا والدنيا نمارس نعدلها. ولا بنخبي الدنيا بحالها، لو عايزين الشمس نطولها نمسك نجم السما بايدينا والدنيا نمارس نعدلها. ياريتنا افضل هناك على طول، ياريت يتحقق يا بنت. هو ايه ده اللي يتحقق؟ ابقى انا وهو كده زي بعض، مفيش اي فروقات ما بيننا. هو مين ده؟ اسكتي اسكتي بقى، خليني عايشه في الحلم الجميل ده. زينب الدكتور فؤاد عايزك. ربنا يسترها معاه. انا عايزاكي تسافري وتستريحي وتنبسطي وتتهني وتروقي دماغك. هو انتوا هتغيبوا؟ ابدا، هما يومين اتنين. يومين في الجنه ان شاء الله. عبد الله. محمود. بصي بقى، معايا دعوة زيادة العرض، انا متأكد انك هتحبيه. هو عرض ازياء؟ العارضات كلهم فوق سن الاربعين. ايوه، العرض كله مخصوص عشان كده. انت عارفة شعره ايه؟ اكبر سنا اكثر جمالا. بقولك ايه، لازم تيجي.
انا مش هروح من غيرك. جرمين انا هسافر كم يوم، وكان في اوراق ثانيه هديها لي عنديها. لا كده خلاص، بس فضل البوسطه. فيها حاجه مهمه؟ فيها دعوه. دعوه ايه؟ دعوه فيلم. فيلم؟ ده يا سيدي فيلم قصير. انا مش قايله لك اني بمثل. ايوه، وفي ندوة بعد كده وطمعانة انك تيجي معي. ايه؟ مسافر؟ يا خسارة. طب لو مسافرتش توعدني انك تيجي؟ خلاص مش مشكلة بقى، ان شاء الله تشوفوا فيديو، ولو ان السينما حاجة تانية، المهم انك توعدني انك تشوفه. اوكي؟ ايه يا زين؟ دكتور فؤاد كان عايزك ليه؟ الله، ما تردي عليا، كان عايزك في ايه؟ دكتور فؤاد قال ان احنا هنمشي بكره من هنا. بكره هنروح على فين؟ اتحكم علينا، هنروح الاحداث. قلبك حجر وجليل، مش لايقة في الزينة، وانا ابني عني بعيد. يا مدينة حزينة، قلبك حجر وجليل، مش لايقة في الزينة، وانا ابني عني بعيد. وعجيبة الشوارع تشبه ملامحنا، وعجيبة سامحنا، الله يسامحنا. بقى الشوارع الفرق والجناين مش لقاء، والشجر حرف وسهم، والبداية مش شقاء.